الأخوة والأخوات القديسين في المسيح يسوع، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة. دي الحلقة الثانية وإن شاء الله الأخيرة برضو من سفر يهودات، من الأسفار المحذوفة، أو بقول لك الأسفار القانونية الثانية. يلا نشوف دلوقتي. في الحلقة الماضية فضحنا المحاولات الفاشلة لمحاولة جعل نبوخذ نصر أن يكون ملك أشور، وشفنا بقى كل واحد ما شاء الله بيجتهد من أجل رفعة وتثبيت الإيمان الأرثوذكسي، ومجرد التضارب ده، دول ناس معيشين لغاية النهاردة وكلهم مع بعض من نفس الكنيسة متضاربين. عارف لو مثلا بينهم من بعض مثلا واحد يقول لك ده من 50 سنة ومن 100 سنة يقول لك اكتشافاتنا اكتشافات جديدة، لا هي ليه؟ اجتهاد، بيجتهد يعني لازم نلاقي لها تصريفة، وكل واحد بقى يستخدم ذكاءه المفرط يعني وحسب ما جبريلي وحيله بقى يعني. ففضحنا حكاية نبوخذ نصر، دي كانت أول نقطة. والنقطة الثانية كشفنا حكاية بقى هي تنتمي لأنه سبت، برضو كانت قضية كبيرة قوي وكان توهان يعني ماشي كده، واللي يقول لك أصلك مكتوبة فين ومش مكتوبة فين وأصلها بنت مين ومش بنت مين، حاجة مهزلة يعني. النهاردة بقى نكمل برضو حاجات تاريخ وبعدين حاجة أخلاقية، حاجة أخلاقية يعني لا طليق إطلاقا يعني بأولاد الله. ثالثا دي خدنا هناك نقطتين، النهارده هنشوف شويه نقط تانية. ثالثا بقى اليقيم كاهن الرب العظيم اللي هو برضه يعني اسمه مين؟ يبقى رئيس الكهنه، وحتى بالانجليزي مكتوبه ذا هاي بريست. بيقول لك وجال اليقيم كاهن الرب العظيم في جميع اسرائيل وكلمهم قائلا، يهوديت 4:11. عندنا مشكله ان في ناس اثرت قالت لك ايه، مش لاقيين واحد اسمه اليقيم كاهن الرب العظيم في السلسله او في الليسته بتاعت ايه رؤساء الكهنة. هنسمع تاني بقى دلوقتي برضو مهزلة. ووضح على فكرة الأب أنطونيوس فكري يعني بيحاول يأتي بجديد في التغلب على هذه المشاكل، يعني شايف ان المحاولات اللي قبل منه يمكن هشة شوية وهو بيحاول يجيب حاجة جديدة. يعني محاولة القس القوموس أنطونيوس فكري حل المشكلة بقى، بيقول لك بص بقى دي مهزلة يعني الحقيقة الواحد المفروض لما يقول كلام زي كده يتكسف، خاصة انها مكشوفة وباينة. يعني بيقول لك ايه، يقول هو اللي بيقول انه ليس رئيس الكهنة لذلك مكتوب عنه كاهن الرب العظيم. يا فرحتي يا فرحتي، بتضرب نفسك في مقتل، خصوصا انه لم يكن في اورشليم بل كان في بيت خلوي لمهمة ارسله لها رئيس الكهنة، وما قالش اسم بقى رئيس الكهنة بخصوص الحرب. شفت بقى اللفة والدوران اللي ماشية ازاي؟ تعال بقى انا هفرجك ان هو ده رئيس الكهنة. دي بقى ضربة قاضية. لماذا أقول ضربة قاضية بقى؟ لأنها واضحة جدا 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 في الكتاب المقدس، في عبارة الكاهن العظيم اللي هي بالإنجليزية هاي بريست، مذكورة أكثر من 10 مرات في العهد القديم في الأسفار القانونية. طبعا أنا بتكلم مذكورة عن حلقية واليشيب وعن يهوصداق وعن المحتجز في مدينة الملجأ أنه يخرج مدينة الملجأ عند موت الكاهن العظيم. يبقى تقول الكاهن العظيم تختلف عن كاهن الرب العظيم، وهضربها لك دلوقتي أشد من كده يعني. وعن يهوشع الكاهن العظيم أثناء العودة من سبي بابل، بل وعن الرب يسوع نفسه كاهن عظيم. ولا أتعجب الآن أن أسهل شيء عند الكاهن هو إيه؟ الكذب. وعارف أنك أنت جاهل أو مش هتدور وراه أو لازم تقول له إيه تعيش وتعلمنا، يا يعني معرفش يا مين. ماشي كده؟ اثنين، بكل تأكيد مقصود بها رئيس كهنة، واضحة جدا في الترجمة الإنجليزي، فاتت عليك يا معلم، مكتوبة في الترجمة الإنجليزية لو طلعت كده The Book of Judas هتلاقيه مكتوب إيه The High Priest. أوديها فين أنا دلوقتي؟ يمكن برضو الترجمة اليونانية والكلام اللي الله ينور عليك، ما هو ده اللي قال رؤوبين مش موجودة في الترجمة اليونانية، يعلم ربنا لا فتحها ولا شافها ولا دور عليها، ده مجرد قال لك اعمل كده عشان نطلع من المطب اللي احنا فيه، عشان دفاعا عن وحمى الكنيسة القبطية الأرثوذكسية اللي ماشي كده. ثلاثة، رئيس الكهنة عادة يتواجد في أورشليم وليس في مكان آخر. أربعة، هل رئيس الكهنة مسؤول عن الجيش بقى ووضع الخطط الحربية؟ برضه لا. خمسة، كيف يتشاور رئيس الكهنة مع أرملة في أمر حرب هام مثل هذا دون أن يدري التفاصيل بناء على طلبها؟ يا سلام، أنتوا شايفين أن الست دي يعني كانت ده لو قال عنها نبية كنا قلنا جايز يعني، لكن ده هتطلع دلوقتي حاجة تانية يعني لمغزى، كلمة أبيحة هتطلع من بيعات الهوى. نشوف،
خمسة ستة، كيف لا يوجد ولا شخص واحد من الجيش في المشاورات دي كلها، ولا ما كانش في جيش أصلا؟ الله ينور عليكم. رابعا، احنا كده خلصنا ثالثا موضوع اليقين، حبينا بس نشوف الاب انطونيوس مرقس، سوري يا انطونيوس فكري انا متاسف، ماشي كده. رابعا، ما هو الزمن الذي حدث فيه القصه؟ ما هو دي برضه قضيه كبيره قوي يعني. القمص داود لما بيقول تدور احداثه ما بين سبي اشور الى سبي بابل، فرد كده فرده حلوه يعني كده بتاع 135 سنه. بيقول لك ايه بس بقى في مطب جامد قوي، ولكنها كتبت في القرن الثاني قبل الميلاد، اي بعد حدوث القصه بحوالي 350 الى 500 سنه. ده اما نجيله هتعرف ان هو حتى ما قراش تفسير على سبيل المثال القمص تدرس يعقوب مغطي، ماشي هنجلها. اثنين، القمص بقى تدرس يعقوب مغطي يقول، يرى البعض وما قالكش من البعض ده بس عديها، انها في فتره ملك سنحريب الاشوري، حيث قام بحمله تاديبيه بعد هزيمته الشهيره في فجر القرن السابع منتقما من ارفكشاد. وعلى فكره ارفكشاد ده مشكله لوحده وممكن يطلع، بس انا لان لقيت قال لك ده ممكن يبقى اسمه كذا فقلت اعديها اي تشكي وفصل لصالح المتهم، فقلت كانه موجود يعني. ارفكشاد صديق قديم لليهود ثم متجها نحو اليهوديه ايه؟ جنوبا. ثلاثه، ده برضو كل اللي بقول دوت من موقع اسمه ايه ده بقى؟ يعني ده كلام القمص تدرس نمره اثنين ونمره ثلاثه وبرضه نمرة أربعة. يرى آخرون أنها تمت في أيام منسة الملك، يعني من سنة 709 ل 643، وهو أسير في بلاد ما بين النهرين حيث لم يوجد مجلب في البلاد. لا ده ما يلغيش أنك أنت تقول اسم الملك، ما فيهاش حاجة يعني. أربعة، ويرى البعض أن هذه الأحداث تمت في أيام حزقية الملك 741 إلى 687، وهو على فكرة بيرجح الرأي دوت يعني. خمسة، يرى آخرون أنها كتبت في القرن الرابع قبل الميلاد. كده هيبقى في فرق دلوقتي جامد قوي، اللي يقول لك الثاني قبل الميلاد والرابع قبل الميلاد، أنت بتتكلم في 200 سنة. ستة، وآخر نقطة، يؤكد بقى القمص تدرس يعقوب أن القصة حدثت في القرن السابع قبل الميلاد، وأن كاتبها لابد وأن يكون معاصرا للأحداث. الله، ده القمص تدرس داود لمعي قال لك ده هي حصلت ما اعرفش امتى وكتبت فين، طلع ان الفرق بين بعض من 350 الى 500 سنه. بس هو بيأكد بقى ان لازم تكون الكتب كده، لان بيقول لك اللي يتكلم بالطريقه دي ده لازم يكون كان انسان معاصر للاحداث نفسها. شفت بيخبطوا في بعض، والتخبيط عليه معناه ايه؟ ان هم مش عارفين ومش فاهمين وبيحاولوا يفلفصوا عشان ياكدوا الكذبه. نكمل. تعليق، لو كانت القصة حدثت في أيام سنحريب بقى، ده زي ما بيقول القمص تدرس أو مرتي، ها، من سنة 704 لسنة 682، أي زمن حزقية الملك البار، لكان رأينا اسم الملك حزقية في السفر يقود الجيش وليس هوديت ورئيس الكهنة، حتى لو كان جيش حزقية ضعيفا بالنسبة لجيش إيه؟ سنحريب. اثنين، لو كانت القصة حدثت في زمن منسة اللي هو ابن حزقية في القرن السابع برضو، لكان رأينا اسم الملك أو من ينوب عنه واسم رئيس الجيش. الفترات دي كلها كان في بيبقى في رئيس الجيش وفي جيش. ثلاثة، من كان منوط به إدارة شؤون الحرب؟ هل رئيس الكهنة؟ ولو كان رئيس الكهنة ألم يكن الأقدر به أن يتشاور مع رئيس الجيش أو مع الجيش نفسه وليس مع يهوديت؟ أم لم يكن هناك جيش لإسرائيل في ذلك الوقت؟ أربعة، لماذا اسمع بقى اللي جاي دي، لا نجد أي إشارة لحادثة بهذا المقدار من عناية الرب بشعبه وشخصية يهودية نسائية بهذا القدر من الشجاعة في أي سفر من الأسفار القانونية، خصوصا أن الرأي الأرجح أن السفر كتب في القرن السابع أو الثامن قبل الميلاد أو الثامن أو السابع قبل الميلاد، أي قبل زمن عزرة بنحو 300 سنة على الأقل. لو كتب قبل عزرة يبقى كان لازم نلاقي له حد، وهو صح لو هو سفر صحيح لازم نلاقي ولو إشارة عن السفر دي أو عن الحادثة دي في الأسفار الثانية القانونية يعني. اسمع بقى الحتة دي، لو افترضنا أن القصة كتبت في القرن الثاني قبل الميلاد كما يقول القمص داود لمعي، فلماذا لا نجد أي إشارة عنها في الأسفار التاريخية المحذوفة اللي هي المكابيين التي كتبت في فترة ما بين العهدين أي أسفار المكابيين؟ ستة، باختصار شديد، القصة نفسها لا توجد لها أي إشارة نهائيا لا في الأسفار القانونية ولا في الأسفار المحذوفة، لا دي ولا دي.
ولا في كتاب يوسيفوس المؤرخ اليهودي الشهير كما سنرى، مما يجعلها أقرب أن تكون أسطورة خرافية لإظهار هزيمة جيش جرار بواسطة أرملة أو امرأة يهودية. آخر نقطة نمرة 7، القصة الحقيقة لا نجد فيها أي دور للرب نهائيا، بل استخدام الإغراء الأنثوي. وبعدين يقول لك ست فاضلة ومش فاضلة، ما نشوف دلوقتي لقتل رئيس الجيش، جيش الأعداء تماما، كمان أنا فاهم في أفلام الجاسوسية ماشي كده. 5، كاتب السفر، هناخد من موقع تكلة، مين طب اللي كتب السفر؟ يرى القديس جروم، اسمع الكلام ده مهم قوي، يرى القديس جروم ان الكاتب هو يهوديت نفسها التي سجلت الاحداث. خليه بقى يروح يقول مين لام داود لمعي، مش يقول لك حصلت معرفش سنه معرفش كام وكتب بعدها ب 300 سنه ولا 500 سنه كمان. 2، يرى البعض، بيقول لك مين هو البعض ده، هو يلا بيقولوا انه بحسب التقليد اليقيم او يقيم رئيس الكهنه. واضح كده ان القمص انطونيوس فكري ما قراش موقع تكله ان بيأكد ان ده اسمه رئيس الكهنة اليقيم اللي هو عدد. لا اسمه كاهن الرب العظيم، يبقى مش هو رئيس الكهنة. انت عمرك ما قريت انجيل؟ نكمل. 3، ورى اخرون ان يهوديت سجلت الاحداث، ثم قام اخر باعادة كتابة السفر. ايه التوهان ده؟ نكمل. ده كل دوت من موقع تكلة، من كلام القمص تدرس. يقول لك على اي الاوضاع فان الكاتب يتسم بالاتي: معاصر للاحداث او في عصر قريب جدا منها. يا سلام، طب الله يخليك قول للقمص داوود كده. نظرا لما ورد في السفر من تفاصيل لن يقدر ان يسجلها احد سوى شاهد عيان او من سمعها منه مباشره. جماعه دي ما بتقراش اللي انا بقراه، لو قروا يتكسفوا من اللي هم بيقولوا لنفسهم. قارن هذا بما قاله القمص داود لمعي ان القصه كتبت بعد حدوثها من 350 ل 500 سنه، اي انه غير موافق على ما قاله موقع تكلا والقمص تدرس، كما انه لم يبذل اي جهد لتحليل القصه. 6، لغه، هنضرب بقى برضو كده مع لغه السفر. موقع تكلا مش انا اللي بفتي ده، انا جايب الكلام من عندهم، بيقول لك كتب باللغه العبريه. حلو يا عم، لكن الاصل العبري فقد. مهزله مش كده؟ اسهل حاجة يقول لك بالعبري بس ضاع. على فكرة انا اتفرجت على حلقة بس طويلة قوي، هي بعنوان الاسفار اليونانية. ده واحد بقى بيعمل دكتوراه وما اعرفش ايه، حاجة تبع برنامج في حاجة اسمها تبع مدرسة ترانوس على ما اذكر، مش فاكر اسماء الكهنة اللي كانوا فيه، مسمين الاسفار دي الاسفار اليونانية. بيقول لك دي كتبت باليوناني. موقع تكلة بقى بيقول لك كتب بالعبرية ولكن الاصل فقد. اهلا وسهلا. طب لما هو ضاع، طب انت ازاي عرفت ان الاصل العبري ضاع اصلا؟ عرفته منين اذا كان هو مش في ايدك؟ عارفين زي فكره ايه؟ اتى تلاميذه لينا ونحن نيام وسرقوه. طب انت ازاي وانت نايم عارف ان اللي سرقوه هم تلاميذه؟ مش كده؟ هي نفس الفكره يعني. ما شاء الله عليه، شايف مذاكرين كتاب بيعرفوا ازاي ياخدوا الافكار بتاعت يلا. وبعدين بيقول هو بيكمل بقى: وكل النسخ الباقيه، يا سلام، وفي نسخ باقيه ترجع في اصولها عن طريق اللغه اليونانيه الى النسخه العبريه الاصليه. يعني خدوا اليوناني وراحوا حاطينه ويقول لك على معنى عبري. طبعا الكلام ده كله كذب يعني. وبيقول لك حاليا، ايوه يوجد نصان بالعبريه. بس ده انت اللي مؤلفهم بقى، انت اللي مؤلفهم، انت بتقول اصلا العبري ضاع، وبعدين يقول لك عندنا نصين بالعبريه، وبعدين دول من اصل يعني خدوا اليوناني وترجموه عبري. يقول لك واحد، هم النصين دول حتى مش زي بعض، بيقول لك واحد مطول يتفق مع النص اليوناني. حاجه مسخره. والاخر مختصر. على فكره بقى، هل سمعنا عن سفر مختصر في الكتابات القانونيه وواحد طويل وواحد قصير؟ يوجد هذا السفر باليونانيه واللاتينيه. الاولى تحوي على الاقل 84 ايه اكثر من الاخيره. وبرضه لها تحليل بس عشان الوقت مش فاضي يعني. في الحلقة السابقة شاهدنا القمص أنطونيوس فكري يقول أنه يوجد نصان باليونانية وليس بالعبرية. أخويا وأختي، طول ما هم بيعكوا كده ده معناه إيه؟ كذبة كبيرة وبيحاولوا يخلصوا منها لنصرة الإيمان. تعليق: لا نجد عبارة الأصل مفقود ونسخة مطولة ونسخة قصيرة إلا في الكتابات المنسوبة زورا للرسل زي الدسقلية وغيره وغيره يعني. مما يثير طبعا شبهات شديده قوي. 7، لماذا رفض اليهود سفر يهوديت؟ مش انا اللي بقول ده، انا بقرا من تكلا.
لم يقبل اليهود هذا السفر لأنه لم يوجد في عصر عزرا الكاتب الذي جمع أسفار العهد القديم، كما لم يورده يوسيفوس المؤرخ. دي بقى هتبقى ضربة جامدة دلوقتي في قائمة الأسفار التي ذكرها. وبعدين هم برضو بيزودوا بيقول لك: غير أننا لا ننسى أن بعض الأسفار القديمة لم يعثر عليها عزرا عندما جمع الأسفار المقدسة. يعني عايز يقول لك هو جاي كان موجود بس عزرا ما خدش باله منه، ماشي. بس دلوقتي هندمر الحتة دي بنعمة الرب. يعني انا هرد علق بقى على الجزئية دي. اوكي، واحد، موقع تكلا والقمص تدرس يقول ان السفر غير معترف به من اليهود، بينما القمص داود لمعي يقول انه ضمن الكتب المقدسة لدى اليهود، وفعلا هو ليس ضمن الاسفار المقدسة اليهودية. فعلى اي اساس يؤكد الكاهن الشهير انه ضمن الكتب المقدسة لليهود؟ اثنين، السفر لم يعثر عليه عزرا. ده عزرا بقى قلنا ايه، قرن خامس قبل الميلاد. فكيف فات السفر بقى على يوسيفوس المؤرخ اليهودي؟ ده ايه، القرن الاول الميلادي. معنى كده ان ما بين عزرا وما بين يوسيفوس المؤرخ اليهودي حوالي ايه 500 سنه، قول 450 سنه. فانت بتقول بقى، طب ما ده معنى كده لغايه القرن الاول ما كانش موجود على فكره، اي بعد عزرا اكتر من 500 سنه. كيف فات عليه القصه بهذه الروعه من التاريخ اليهودي؟ فاهم قصدي عايز اقول ايه؟ هو بيقول لك ايه، ما لقوش عزرا. بس بيقول لك برضو ايه، ده لغايه القرن الاولاني اليهود رافضين لان ما لقوش كمان في كتاب المؤرخ اليهودي الشهير يوسيفوس. طب انت يبقى معنى كده اليهود معاهم حق. انت عمال بقى تقول لي ده كتب ما اعرفش في القرن الثاني قبل الميلاد، واللي يقول لك كتب في القرن الرابع قبل الميلاد. لا يا عم الريس، ده ولا لغايه القرن الاول الميلادي ولا كان حد عارف حاجه عن السفر ده من اساسه. ثلاثة، ايه بقى معنى انك انت بترمي لي كلمه كده ان بعض الاسفار القديمه لم يعثر عليها عزرا؟ نمره واحد بقى هنا في النقطه دي، هل معنى كده ان جايز الكتاب المقدس اللي بين ايدينا ناقصه حاجه؟ طبعا لا، واللي هي حيلة لفتح الباب على مصراعيها عشان بقى ترمي أي كلام وتقول ده إيه عذرة ما خدش باله. نمرة أربعة بقى حدق. لماذا لا تكون بقى كانت موجودة أيام عذرة وعذرة هو اللي رفضها؟ يعني أنت بتقول لي هي مكتوبة أيام عذرة بس عذرة ما شافهاش. لا يا حبيبي، ممكن جدا يكون شافها ورفضها ولا ما خطرش على باله الفكرة دي. يعني محتاجة هي بنتكلم يعني في علم صواريخ زي ما بيقول روكت ساينس، ولا أنت مش على مزاجك الحتة دي؟ ماشي، اللي بعده. خمسة، موقع تكلا بقى يقول، اسمع بقى دي برضو حتة جامدة قوي. جاء، ده موقع تكلا اللي بيقول مش أنا، جاء في مقدمة سفر يهودية التي كتبها القديس جيروم. القديس جيروم ده في القرن يعني الرابع والخامس، يعني النص الثاني من الرابع والربع الاول من الخامس الميلادي. بيقول لك ايه، ان السفر لم يوجد في الكتاب المقدس العبري. شفت بقى، احنا كده وصلنا لغايه القرن الخامس والسفر مش موجود في الكتاب المقدس العبري. اسمع بقى اللي بعدها، وان مجمع نيقيا الاول، ده القرن الرابع الميلادي، اقر قانونيه هذا السفر واعتبره واحدا من الاسفار الموحى بها. ستة، ده برضه موقع تكلا اللي بيقول تعليقا على نمره خمسه دي، بيقول لك ايه، لا يظهر بقى في مستندات مجمع نيقيا وقوانينه اعلان عن قبول سفر يهوديت بين الاسفار القانونيه. يعني بيقول لك اسمه ايه ده، جيروم قال لغايه القرن الخامس مش موجود عند اليهود، لكن بيقول لك ده في القرن الرابع الميلادي ده كان في ايه، اقر في مجمع نيقيا. هم بيقولوا بقى مستندات ومقررات مجمع نيقيا ما فيهاش كده. افهم من كده بقى ان القديس جيروم برضه كان بيكذب، هم اللي بيقولوا، يعني هم حطوا النقطة وضربوا نفسهم. ثامنا، ضربة قاضية من داخل السفر بقى، ضربة قاضية من داخل السفر. اسمع بقى الحتة دي، ضربة قاضية. فاكرين في سفر توبيا كان في ضربة قاضية ان لقينا فيه في اخره كده نبوة كاذبة؟ هنا برضو بقى في ازمة برضو من جوه السفر نفسه. بيقول لك ايه بقى، برضو في اخر اصحاح 16 بيقول لك ايه، وأحصي يوم هذه الغلبة عند العبرانيين. كده كأن اللي كاتب السفر مش عبراني لأنه بيتكلم على ناس تانية. في عداد الأيام المقدسة، واليهود برضو بيقول لك، واليهود بيشاور على ناس واضح أنه مش من اليهود أصلا. واليهود مرة دي كده، مرة تانية كاتب كأن يبدو كأنهم مش يهودين. اسمع حتى جاية، يعيدونه منذ ذلك الوقت إلى يومنا هذا. فين بقى يومنا هذا ده؟
طبعا الجماعه اللي بيؤمنوا سفر وديت صح يبقى المفروض لغايه النهارده. هنا بقى عندنا مشكله بقى. ما هو اسم العيد؟ ما هو ايه اسم العيد؟ وما هو موعد التعييد به؟ اسم العيد ايه وبعيده بامتى؟ هو بيقول لك ايه، اعتبر عيد وبعيده بيه اليهود لغايه النهارده. طب اسم العيد ايه؟ مش عارفين، مفيش، معلش. طب امتى؟ برضو مش مكتوب. قارن ده بقى بالعيد بتاع الفوريم اللي ايام استر في سفر استر، ماشي كده؟ سفر استير، سوري، ماشي كده. العيد معروف. وماذا عن عيد التجديد؟ مذكور برضو في الكتاب المقدس، مع انه هو حدث بعد، حدث تاريخي، حتى بعد ال يعني حدث تاريخي مش مذكور في كتب تاريخ العهد القديم لانه حصل في فتره بين العهدين، ولكنه مذكور في كتاب، في كتب المكابيين. فهو معروف عيد، العيد معروف تاريخه ومعروف اسمه، لكن هم بالنسبه ليهوديت فين اسمه ايه وايه هو ميعاد العيد واسمه ايه؟ مفيش، دي ضربه قاضيه من جوه السفر. خلاصه الجزء التاريخي للسفر. واحد، القصه ليس لها اي اثر لا في الاسفار القانونيه ولا الاسفار المحذوفه تاريخيا، ولا في اهم كتاب تاريخي عند اليهود اللي هو بتاع يوسيفوس المؤرخ الشهير. اثنين، كل المحاولات الفاشله لاثبات قانونيه السفر قام بها مسيحيون من خلفيه امميه وليس من خلفيه يهوديه، رغم ان السفر هو شان يهودي صرف، مش شغله الامم يلعبوا في الحته دي، مما يؤكد ان هناك غرض بقى للمسيحيين الامميين ان ياكدوا ان في السفر ده موجود. ثلاثة، السفر تم الاعتراف به في مجمع ترينت في القرن ال16 والذي كان مجمعا لمقاومة حركة الإصلاح، فالاعتراف به هو شأن سياسي بالدرجة الأولى. نأتي الآن، كده خلصنا كل المتاعب التاريخية اللي في السفر، ماشي كده؟ نأتي الآن بقى الحقيقة، حاجة الحقيقة أقل ما توصف أنها وقحة. الست بقى هتغلب إزاي بقى الجيش بقى؟ شوف بقى ده شغل الأفلام بقى. بتلجأ باختصار شديد جدا انها عايزه تغري الراجل ده، اسر الكلام، قائد الجيش يعني. لقيت الدنيا زنقه، عارفه دي قصه معروفه لغايه النهارده، ماشي كده. نيجي بقى في سفر يهوديت صح 8، هي بتقول بقى فاعلموا عن خبره، يا سلام، بتتكلم عن خبره بقى، ما هي قديسه، ان ما عزمت عليه هو من قبل الله، من قبل الله اللي هتروح تعمله، تعمل اغراء جنسي للراجل. وصلوا حتى يقولني الله يؤيد الله مشورتي، وانا لا احب ان تفحصوا عن قصدي، ما حدش يعرف، بس باينه هتعملي ايه يعني. ما بقول لك لبست معرفش ايه، ولبس لبست هدوم فرحها وتزينت وتعطرت وي وي وي، وطبعا هدوم الفرح زي ما انت عارف. نكملها، بس انا مش هقول لكم انا هعمل ايه، بس وهي نازله ده هم عينيهم يعني ما تقرا بتاع عينيهم اتبرجلت، واضح انها كانت يعني حسب القصه يعني. بيقول لك بقى بس كفايه بقى صلوا بس ما تعرفوش انا هعمل ايه، ما هي باينه هتعملي ايه يعني. يبرر القبرص انطونيوس فكره، الراجل ده واضح كده ان هو يعني عايز يعني شايف اللي غير التانيين ضعاف في الموضوع يعني. بيقول لك ان عدم افصح عن الخطه مش عايز تقول لهم احسن لهم، لا ما يصحش، انا متهيألي لا ما يصحش، ده عيب مش ما يصحش. طيب هنشاهد الخطه بقى كما ايه يعني بيقراها لنا القمص تدرس يعقوب مرتي بصوته الجميل يعني. نتفرج على دي ونرجع تاني. اصنع عملا عجيبا يشهد له العالم كله. قالوا هتعملي ايه؟ كم شغلتكم؟ قالوا لها ربنا يكون معك، سابوها مشي. هي بعد ما كانت لابسه ثياب الترمل جابت ثوب العرس بتاعها، نزلت من العليه للقصر بتاعها ولبست الملابس الفخمة وتطيبت بأنواع من الأطياب أو الروائح الغالية جدا، وبقي منظرها يعني جذاب إلى أبعد الحدود. وبالفعل باختصار وصلت لغاية القائد، فتلموا الرجالة بتوعه قعدوا معها أخبروا أليفانا عن الموقف، فطلع بهر بجمالها جدا وبدت تتكلم بحكمة. أليفانا نده الخصي بتاعه اسمه بوغا، قال له الموقف دي وحش قوي. قال له ايه؟ قال له واحدة بالجمال ده كله وتبقى في ايدينا وانا ما اعاشرهاش، دي شتيمة لي. هتقول عليا ايه؟ تقول عليا انا مش راجل او يعني انسان؟
فنعمل احتفال ضخم وايه وندهها لها ننعزمها، وبعد العزومه سيبوني اقعد انا معها عشان يبات معها. بالفعل راح قال لها قالت انا عزمك اعمل وليمه. قالت يا وانا اطول ان انا اروح الوليمه وانا اطلع مين جنب سيدي أليفانا. فتزينت ولبست واتبهرجت، وبعد ما تزينت دخلت هي والوصيفة بتاعتها، وكانت هي اتفقت معاه ان ما تاكلش من الاكل بتاعه، دايما تاكل الاكل اللي جايباه. فقال طب لو خلص الاكل نعمل ايه؟ قالت له انا واثقه قبل ما يخلص الاكل ده هيكون دخلنا واستلمنا البلد. فكانت النتيجه انها قعدت، فالتهبت الشهوه فيه جدا، فبدا يسكر هو والضباط اكثر من اي يوم. ولما جه الليل انسحبوا بقى وسابوه لوحده، كان هو من السكر الشديد نام مش قادر يقوم. فصلت لله واخدت الخنجر او السيف الصغير اللي معاه وضربت بكل عزمها ضربتين قطعت راسه. شفت بقى كانت لابسة ايه؟ ما تعرفش لابسة ولا مش لابسة. وبعدين بقول لك كلمته كلام حكمة، عجبي على وصف كلام الميوعة والخداع الجنسي والإثارة الجنسية بأنه كلام حكمة. فعلا اللي اختشوا ماتوا. هجعلين الظلام نورا والنور ظلاما. خش على صلاة يهوديت، اتفرج بقى ما بتصلي بتقول ايه، قارنها بأي صلاة في الكتاب المقدس. اجعل يا رب كبرياءه تقطع بنفس سيفه. ازاي؟ ليصد، يعني يتم اصطياده بفخ نظره الي، يعني اول ما يشوفني حاجه اقول ايه. واضربه هو بعزوبه الكلام الخارج من شفتيه، اللي هو كلام الخداع. هو حتى الخمس قال كده، او ممكن نسميه بقى المياصه الجنسيه من بائعات الهوى. ماشي. واحده بتصلي طب نشاهد برضو صلاة يهوديت بقى اللي القمص تدرس يعقوب. نسيت اقول في كل الحركات دي هتلاقوا في كل شوية تصلي، حتى قالت له اقبل كلام الخداع اللي انا هقوله للايه للاشوريين، يعني حتى الخداع بتاعها استخدمته وطلبت ان ربنا يشتغل حتى بالكلمات بتاعت الخداع. واحدة بتصلي ان ربنا يبارك كلام الخداع الانثوي الذي سوف تقوله لتغوي الرجل ليسقط في اشتهائها. اصحاح 12 بقى بيقول لك ان قائد الجيش عمل بقى مأدبة كبيرة كده، وبعدين قال للواحد من عنده انت هتعزمها وتجيبها، ويعني عشان بقى مش ممكن اسيبها. فاول ما راح قال لها قالت له وانا طول ده اللي يقوله انا تحت امره، يعني كل اللي هو يطلبه كده. ثم قامت بقى ايه وتزينت بملابسها ودخلت فوقفت امامه، فاضطرب قلب أليفانا لانه كان قد اشتدت شهوته. ده في سفر ايه يهوديت اصحاح 12. نقرا شويه 8 برضه في اصحاح 16. يعني نزعت ثياب، ده اصحاح 16 ده عاملين زي انشوده، يعني بيقول لك نزعت ثياب ارمالها وترددت بثياب، يعني ولبست ثياب فرحها. يا عم سابت بعد ما كانت لابسه الاسود ومعرفش ايه في اول السفر، الوقت طبعا لبست ثياب الفرح، باينه الحكايه يعني. لابتهاج بني اسرائيل دهنت وجهها بالطيب وضمت ضفائرها بالتاج ولبست حلالها الفاخره لتفتنه. طبعا هتفتنه ازاي؟ يعني هتتحجب؟ استنى بقى الحته، بص الحته اللي جايه دي انا يعني يقول لك بهاء حذائها خطف ابصاره. على فكره بالانجليزي صندلها، صندل يعني حذاء مفتوح. انا مكسوف اقول ايه يعني، يعني ايه اللي عجبه، الجزمه ولا حاجه ثانيه؟ بيقول لك هي بقى لبست الثياب اللي عشان تفتنه. الثياب اللي عشان تفتنه دي بتبقى يعني حجاب ونقاب، مش كده؟ وجمالها اثر نفسه فقطعت بالخنجر عنقه. دي الاخلاق اخويا واختي. الكلام ده بنشوفه في دي 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 وقاحة، مش كده؟ فين بقى ربنا في السفر؟ ده مفيش، ده هي اعتمدت على يعني بقى.
مكسوفة أقول خلاص كفاية كده الحكاية اتفهمت يعني. ده بقى شغل بقاعات الهواء ماشي كده. كده خلصنا سفرين لغاية دلوقتي من الأسفار اللي بيحبوها وبيجروا بيحاربوا علشانها. المهم نصلي من أجل القناة، نصلي من أجل أخواتنا اللي لسه مسبيين هناك في الأفكار دي لأن دماغتهم مفيش فايدة. ومن فضلك اشترك في القناة لو كنت ما اشتركتش لسه، شارك الفيديو مع آخرين، اعمل لايك لو تعتقد أنه يستاهل. وانت أنا الرب في مجيئه نتقابل في حلقة تانية، والسلام الرب يسوع معكم.